جدا صعب مهما احكي، ولكن هنا ياتي الاحبه والاشقاء، المغرب كما تعودنا عليها. شكرا جلاله الملك محمد السادس، شكرا للشعب المغربي الذي اوصل 40 طن قبل يومين، ويمكن كانت مصادفه لنا في التوقيت ان نكون هنا، ولكن كنا في غايه السعاده لاننا متاكدين بان هذه 40 طن ستداوي وتنقذ العديد من مرضانا. هكذا تعودنا على المملكه المغربيه وعلى جلاله الملك الوقوف بجانبنا. لن انسى 2009 اول مستشفى ميداني عسكري دخل وانقذ الاوضاع الصحيه بعد قصف مستشفى القدس، المستشفى الميداني المغربي الذي ارسله جلاله الملك. ولم انسى ايضا القوافل 2014، ايضا المستشفى الميداني الثاني، وبعد المستشفى الميداني الثالث الذي دائما يكون بجانب الاخوان الفلسطينيين في مرمى جراحهم. طبعا احنا اليوم موجودين ضمن هذا المهرجان التضامني من اجل فلسطين. احنا اختتمنا جولتنا في المغرب في زيارتنا لهذا المهرجان. طبعا سعدنا جدا بوجودنا بين اهلنا الذين يتضامننا دوما، المسيرات المليونية التي تخرج من المغرب تضامنا مع فلسطين. تزامن هذا المهرجان مع افتتاح لمعرض تحت رعاية وكالة بيت مال القدس، هذا المعرض اللي بالنهاية يعرض المنتجات الفلسطينية. هذه اللوحات والمنتجات هي من صنع المقدسيين والمقدسيات. طبعا من هذا المقام نقدم الشكر لوكالة بيت مال القدس اللي بالنهاية هي الحاضن لكافة المشاريع في مدينة القدس. طبعا هي بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. هذه الزيارة تزامنت مع دخول مساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة من المملكة المغربية. طبعا هذه ليست المرة الأولى، هكذا عودتنا المغرب. نتقدم بالشكر إلى جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي باسم سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى والشعب الفلسطيني بكامله. نتقدم بالشكر على هذه المساعدات التي جاءت في وقتها، وهم شعبنا في غزة هم بأمس الحاجة إليها. من هنا من هذا المقام نتقدم بالشكر الجزير إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا. واليوم وضع المدينة المقدسة وضع مؤلم، وضع مأساوي. لقد حرم الكثير من أبناء شعبنا من الوصول إلى المدينة المقدسة للصلاة في المسجد الأقصى. أين الحرية الدينية؟ وأين الديمقراطية التي يتغنى بها الآخرون؟ في أي دين وفي أي قانون وفي أي شريعة يمنع الإنسان من تأدية عبادته في المسجد الأقصى المبارك؟ ما رأيناه اليوم أثلج صدورنا وجعلنا نشعر بالسعادة التامة ونتفائل خيرا، لأننا وجدنا في هذا المكان وفي أماكن أخرى قمنا بزيارتها كل دعم وتقدير لقضية فلسطين وقضية القدس وقضية المسجد الأقصى المبارك. كذلك الأمر سعدنا أيضا بما قدمته المغرب سابقا وما قدمته قبل أيام وما ستقدمه إن شاء الله تعالى من عون مادي ومعنوي تجلى في الحملة التي أرسلت إلى قطاع غزة بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. بارك الله في إخواننا في المغرب ملكا وحكومة وشعبا. كما لا يفوتني أن أوجه شكري إلى وكالة بيت مال المقدس التي أتاحت لنا هذه الزيارة لنلتقي بهذه الوجوه الطيبة. وحينما
نشاهد على شاشات التلفاز أو التواصل الاجتماعي تذرف دمعتي في عيوني حينما أرى بأن قضية فلسطين العادلة هي في وجدان الشعب العربي المغربي، وقضية عدالة القدس هي في قلبها. هذه الوقفة المشرفة سيذكرها التاريخ، وكما قال سيدنا يسوع المسيح: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. كما وأود بنوع خاص أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مواقفه العادلة المشرفة، والتي تنم عن موقف سياسي واضح إن قضية فلسطين هي بالنسبة له قضية مغربية وطنية بامتياز. ألا وهو مهرجان تضامن المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع وكالة بيت مال القدس تعبيرا عن تضامن المغرب المملكة المغربية ملكا حكومة شعبان مع القضية الفلسطينية رمة، خاصة في هذه الظرفية التي تعيشها فلسطين وخاصة غزة من المعاناة والاعتداء الغاشم من طرف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وهذا إن دل على أن المغاربة كلهم متضامنين ويعبرون عبر جميع الطرق على تضامنهم ومساندة الشعب الفلسطيني في السراء والضراء.